اسمي بسمة شوقي عبد الحميد السيد أبو زيد من محافظة البحيرة مركز إيتاي البارود قرية أشليمة. درست في مدرسة الشهيد هيثم سامي حمد الثانوية الفنية بنات منظومة الجدارات. حصلت على المركز أول جمهوري بمجموع 99% 693 من 700. تمام، كلمينا بقى عن قصة بتاعك. أنا بشتغل هنا في السوبر ماركت من رابعة ابتدائي على مدار سنوات التعليم والنقل. كنت بحصل على مراكز من الأوائل دايما، الثانية أو الثالثة على طول. حصلت في الشهادة الإعدادية على 275 من 280. فضلت أن أنا أدخل التعليم الفني، ما حبيتش التعليم العام لأن مصاريفه كتيرة وإحنا الأسرة بسيطة وكده، فما حبيتش أكون عبء عليه. فالتحقت بالتعليم الفني وحسيت وعزمت على نفسي ان انا لازم نثبت لنفسي ان انا لازم اتبالي شخصية واتبالي كيان لوحدي، وبنيت نفسي بنفسي. حصلت على المركز اول جمهوري. كلمينا بقى، عرفت ازاي ان انت الاولى على الجمهورية؟ مكتب نائب الوزير كلمني يوم الثلاث وقال ان انت من اوائل الجمهورية، وقال لي تيجي يوم الاربع عشان التكريم. انا ما كنتش مصدقة الخبر، ما كنتش اتوقع ان انا اول جمهوري، لكن عدنا الاتصال عليه مرتين لحد ما اكد لنا الخبر وقال ان انت من اوائل الجمهورية. رحنا يوم الاربع واتكرمنا في مبنى الوزارة في العاصمة الادارية. قابلت الوزير؟ قابلنا الوزير في قاعة المؤتمرات. طيب نرجع تاني لموضوع قصة كفاحك، يعني ساعات الشغل قد ايه مثلا تشتغليها، وازاي كنت بتواظبي على الدراسة والمذاكرة في ظل ان انت شغالة في سوبر ماركت؟ يوم الدراسة كان بيبتدي من الساعة 6:30 بينتهي الساعة 1. الدراسة من المدرسة بعيدة عننا ان هي في إيتاي، بيننا وبينهم نص ساعة. كنت بنبدأ من 6:30، كانت والدتي تحضر لي أكلي وتحضر لي هدومي. كنت بنبدأ لحد هناك، بنوصل المدرسة الساعة 7:30، يوم دراسي عادي لحد الساعة 12. بعده كنت بناخد بعض الدروس المهمة في مواد التخصص، أنا أساسا فني تركيبات كهربية. يوم الدراسي كله كان بينتهي من بعد العصر. كنت بنيجي هنا من بعد العصر بناكل ونذاكر هنا. ساعات المذاكرة بتبقى في وقت فراغ ليا هنا، وبكمل لما اروح بالليل. هل حد مثلا كان من زمايلك كان بيتنمر عليكي او كنت تسمعي كلام مش كويس ان انت بتشتغلي؟ في البداية ان انا كنت بشتغل من وانا في سن صغير، فطبيعي ازاي بقى ان بنت تدخل تشتغل في سوبر ماركت وشباب داخل وشباب طالع، وازاي انت تشتغلي مش هتعرفي تذاكري ومش هتعرفي تحججي لنفسك حاجة. لكن بفضل ربنا حصلت في سنة 6 على 292 من 300. حصلت على المركز اول مقرر على مستوى المدرسة، وعلى مدار سنوات النقل كنت من الاوائل في الاعدادي، وحصلت على 275 في الشهادة الاعدادية. ما فضلتش التعليم العام وفضلت ان انا ادخل تعليم فني واثبت لنفسي واثبت للكل، اللي الكل كان بيقول ان انت مش هتجيبي حاجه من التعليم الفني. تعليم فني ايه؟ ما ينفعش، ازاي تبقي واخده معاكي 275 وما دخلتش تعليم عام؟ لكن الحمد لله صريت ان انا ما اكونش عبء على اهلي، وساعدت نفسي بنفسي لحد ما وصلت اللي انا فيه، ان انا حصلت على المركز اول جمهوريه. طبعا فرحه لا توصف، وكم فرحه فظيع جدا ان انا حصلت اول جمهوري بمجموع 99%. التحالف الوطني تبناكي بقى، كلمينا عن الموضوع ده. النهارده انا كنت بتمنى المنحه ان هي تجيلي من يومين بالظبط، لان ظروفنا بسيطه وكده، وما حبيتش برضو ان انا نتاجل على اهلي وكده. لكن هيئه التحالف الوطني كلمتني النهارده الدكتوره نيفين الكاتب، وقالت لي ان احنا هنتحمل مسؤوليتك لحد ما توصلي لدرجه الدكتوراه. ان شاء الله انا ناويه التحق بمعهد فن صحي واحفظ وظيفتي وادخل من بعد كليه هندسه واحضر للدكتوراه باذن الله. بشكر طبعا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو وصل لنا هنا، ان احنا قريه بسيطه ولكن وصل لنا، وحب يدعم ويشارك كل اهل قريه بسيطه، وكل الشكر والتقدير ليه. وشكرا طبعا لهيئه التحالف الوطني ان هي عملت معانا كده ووصلت صوتنا. وبشكر كل الناس اللي وقفت جنبي، اهلي ومدرسيني وكل اهل قريتي واهل المحافظه عامه، بشكرهم ان هم كرموني وحسسوني ان انا بقيت حاجه، وان شاء الله ده بدايه طريق ليا ان انا اكون شخصيه ليا شخصيه وليا كيان على في الجمهوريه عامه. اولا لنفسي، ثانيا لاهلي ولمحافظتي، وان انا اخدم بلدي ده اقل شيء.
الشغل طبعا مش عيب، الشغل مش عيب وعمره ما كان عيب ليا، خصوصا ان انا بنت وازاي توقفي في محل وما ينفعش وكده، وكان يعني اكيد كنت بنواجه صعوبات هنا، بس ما حطيتش ببالي ولا خدت بكلام حد، انا اصرت ان انا نكون نفسي بنفسي. وكل الشكر والتقدير طبعا لصاحب المحل ان هو برضو ان هو شاب وكده، بس على كده كان بمثابة اخ كبير ليا، وكان والدي هنا كان بمثابة الاخ والوالد، ما حسيتش طبعا ان انا كنت بشتغل معاه ولا كنت شغالة مثلا كده، لا كنت كان بيعاملني على طول ان انا دايما بنته، وما فيش فرق بينه وبين ولاده في كل شيء، وكل الشكر والتقدير ليه. اخيرا بقى نفسك في ايه وناوي تدخلي ايه ان شاء الله؟ اخيرا ان شاء الله ادخل معهد فن صحي واكمل واحفظ وظيفتي ان شاء الله باذن الله، وادخل من بعد كليه هندسه واحضر دكتوراه ان شاء الله. ان شاء الله.